يقول في بلدنا يتعذر الحصول على رخصة القيادة إلا بدفع مبلغ معين كرشوة، وإن لم أدفع هذا المبلغ قد لا أحصل على الرخصة، فما حكم دفع هذا المبلغ رشوة؟ الرشوة سحت وحرام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الذي يأخذ الرشوة والمرتشي الذي يدفع الرشوة، حتى الساعي بينهم ملعون وهو الرايش الذي يسعى بينهما. الرشوة جريمة خطيرة، ألا تجوز الرشوة. حاول أنك تحصل على الرخصة بالطرق النظامية ولو تعبت ولو طال عليك الوقت، ولا تعمل الحرام. نعم.